سؤال: كيف نعرف شريك الحياة اللي مختاره الله لنا؟ أنا متقدم لي أكثر من شخص، بنتي يعني. كيف أعرف الشخص الذي اختاره الله لي؟ إن كان عنه خضر يبقى مزوق تمام. الله يريد لك السعادة ويختار لك الشخص الذي يسعدك. فإذا كان الشخص ده يتفق معاك في الميول والطباع والفكر وطبعه كويس ويسعدك ومتدين، خلاص ربنا ما يعرضش. لكن كل حاجة عايزين نقول ربنا، يعني ينزل لك ملاك من السماء ويقول لك خدي ده ولا بتاخدهوش.